مرحبا بكم. ماذا يحدث إذا حاولت لمس قبر الجندي المجهول؟ قبل أن نبدأ لا تنسى أن تضع إعجابك للفيديو واشتراكك بالقناة، فهذا يساعدنا كثيرا. تأسست حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة، ولكن إذا تمكنت أمريكا من تحديد موقع مقدس واحد وجعل الجميع في أمريكا يوافقون على عدم العبث به، سيكون المرشح الأول هو قبر الجندي المجهول، أي النصب التذكاري لأولئك الذين قاتلوا وماتوا من أجل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هويتهم تبقى مجهولة. وعلى مدار 24 ساعة في اليوم يتم حراسة قبر المجهولين في مقبرة إرلينغتون الوطنية وطيلة الأسبوع من قبل حراس مقبرة فوج المشاة الثالث في قطاع الحرس القديم. هؤلاء الرجال لا يتهاونون في تأدية واجبهم، فعندما يتعلق الأمر بالانضباط ويتمتع الحرس القديم بقدرة من التحمل القوي حتى لو طعن في القدم بحربة، لكنه سيقوم بالحفاظ على حراسة دائمة. يقومون بحراسة القبر في وقت الأعاصير ويحرسون القبر أثناء الأعاصير. يظلون في مواقعهم خلال العواصف الثلجية الملحمية لأنه لا يوجد شيء أكثر قداسة في أمريكا لحراسته مثل هذا المكان. ولهذا لا تتفاجأ من ردود أفعالهم عندما يتواجد أي سائح بالقرب من القبر، فهؤلاء الحراس لا يتسمحون مع أي شيء أقل من الجدية والالتزام بالقواعد التي تحكم هذا المكان المقدس. وفي الماضي أظهرت العديد من مقاطع الفيديو كيف يستجيب الحرس القديم لأولئك الذين يحاولون إلقاء نظرة فاحصة على القبر من خلال عبور الحاجز الواضح في مكانه لإبعاد الزوار. هذا بالضبط ما يفعلونه عندما تحاول عبور الحاجز للحصول على صورة، فنرى قيام الحارس بتوجيه اللوم للمرأة على عبورها للخط. فتخيل ما يحدث إذا حاول شخص ما فجأة الوصول إلى قبر الجندي المجهول وأن يلمسه. وبصرف النظر عن التعامل بخشونة من قبل الحراس، فإن حراس المقبرة يحملون أسلحة تعمل بكامل طاقتها سواء كانت أسلحة محملة أو إذا كان الحراس لديهم ذخيرة. هذا لا يزال أمرا غير معروفا، ولكن هذا ليس سببا للذهاب لاختبار هذه الاحتمالية. ومع ذلك فالجميع يعلم أن الحراس سوف يتحركون أسرع بكثير مما اعتدنا على رؤيتهم من أجل إيقافك. وأكد كريس ليونارد أحد رواد الموقع الذي اعتاد أن يكون جزءا من الحرس القديم أن أعمال الصيانة تجرى على القبر القديم طوال الوقت، ولكن من المتوقع أن يظهر العمال نفس الاحترام في لمس المقبرة للإصلاحات التي يقومون بها، والحراس يراقبونهم كل ثانية في العمل. وكشف كريس عن إحدى اللحظات التي قام فيها العامل بلمس القبر بطريقة تخالف الالتزام والاحترام الذي دعا إليه النصب التذكاري، خاصة أنه كان يجلس عليه، وعندما شاهده الحارس قام بالصراخ في وجه الرجل ليتوقف وسط ركضة بسرعة عالية، وقام الحارس بتفتيشه ليعتذر بعد ذلك عامل الصيانة للحراس. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.